بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الإبتدائي أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنتناول النهاردة حل النموذج الثاني من نماذج الإسترشادية للوزارة الخاصة بالإمتحانات المجمعة خامسا الرياضيات ده الإختبار الثاني اللي إحنا بنحله بيقول لي إختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس أو من بين الإجابات المعطاة. واحد الجزء المظلل في الشكل يمثل، طبعا عندي دايرتين متقاطعين مع بعض ومظلل الجزء المشترك اللي ما بينهم الجزء اللي هو اللي في النص يبقى ده يعبر عن س تقاطع ص رقم اتنين بيقول لي ميه خمسه وتلاتين واتنين واربعين من ميه على ميه، طبعا عارفين في حالة أو في عملية القسمة على عشرة أو على مية أو على ألف بحرك العلامة ناحية اليسار. طيب بحركهم بحرك العلامة كام خانة؟ على حسب عدد الأصفار اللي عندي. هنا هقسم على صفرين، هقسم على مية، هقسم على صفرين يعني هحرك العلامة خانتين ناحية اليسار. يبقى العلامة هتتحرك هتيجي ما بين أول حركة هتيجي ما بين الخمسة والتلاتة. تاني حركة هتيجي ما بين التلاتة والواحد يبقى الاجابة الصحيحة واحد وثلاث آلاف خمسمية اتنين واربعين من عشرة الاف رقم ثلاثة بيقول اتنين وثلاثين في واحد وخمسة وعشرين من مئة بيساوي ثلاثة واثنين من عشرة في كام لو لاحظت الاجابة الاجابات اللي عندي الاربعة كلهم فيهم مئة خمسة وعشرين طيب يعني نفس الناتج لو ضربت اتنين وتلاتين في ميه خمسه وعشرين هيطلع معايا نفس الناتج طيب عندي تلاته واتنين من عشره العلامه بعد رقم بينما الجزء اللي على اليمين كله العلامه بعد رقمين يبقى محتاج برضو عدد يكون العلامه العشريه فيه بعد رقم واحد عشان يبقى بعد رقم وبعد رقم يبقى بعد رقمين يبقى زي ال... زي حصل الضرب اللي على اليمين رقم أربعة بيقول لي المجموعة اللي فيها العنصر خمسة إيه علاقتها بفاي؟ طبعا فاي دي مجموعة خالية ما فيهاش عناصر فبالتالي الخمسة مش موجودة في فاي يبقى ليست جزئية طب لو كانت العكس مكان قال لي فاي إيه علاقتها بالمجموعة خمسة؟ فاي جزئية من أي مجموعة إنما في الحالة دي ليست جزئية طيب، رقم خمسة بيقول احتمال الحدث المستحيل، طبعًا احتمال الحدث المستحيل بيساوي صفر. رقم ستة بيقول لي القطعة المستقيمة التي تصل بين نقطتين على الدائرة تسمى-تسمى وتر. رقم سبعة بيقول إذا كان ارتفاعات المثلث تتقاطع داخل المثلث، فإن المثلث يكون إيه نوع المثلث اللي ارتفاعاته تتقاطع داخله؟ واحنا طبعا بنرسم ارتفاعات المثلث رسمنا ارتفاعات المثلث بثلاث انواع من المثلثات اول نوع المثلث الحاد تاني نوع المثلث القائم تالت نوع المثلث المنفرج وطبعا عرفنا ان المثلث الحاد ارتفاعاته بتتقاطع داخله يبقى الاجابه هنا الصحيحه هتبقى حاد الزوايا وبكده نكون قد انهينا حل النموذج الاسترشادي الثاني وألقاكم بإذن الله تعالى في حل النموذج الاسترشادي الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته